طيب يظن البعض انه نجم الكوميديا مش سهل انه يلاقي اللي يضحكه، فبتتفرج على مين او ايه من نجوم زمان او دلوقتي اللي هم فعلا بيطلعوا الضحك من جواك؟ نجوم زمان اللي كان يعني الراحل العظيم سمير غانم، يعني ده كان يعني ده ملوش حل، ده ملوش حل، ده أسطورة وفي نفس الوقت مدرسة لوحده خالص في الضحك وفي الكوميديا. ده ما كانش بيخلي الدبانة تعدي كده من غير ما يرمي عليها إفيه، صح؟ يعني ده كان وخياله ومنطلق ولا يعترف بسن ولا يعترف بمقام ولا يعترف، لازم الفنان يتحرر من كل قيود كتيرة، صح؟ جدا. هو كان كده فعلا، لكن هو كان كده بس في قلوبنا أعظم كوميديان كان موجود، يعني صح. طبعا عادل امام بمدرسته، محمد صبحي، سعيد صالح، من الناس اللي كانت بتموتني من الضحك، يوسف داوود والاستاذ كمان وحيد سيف، الناس دي عمالقه يعني. من الجداد كتير، زمايلي كتير جدا بيضحكوني، ويعني طبعا الكوميديانات بقى هنيدي واشرف عباقي وادم وحلمي، وطبعا علاء ولي الدين الله يرحمه، الله كان يرحمه. يعني ده جيلي كان فيه كتير كوميديانات حلوين يعني، كتير. ربنا يديهم الصحة يعني، ويمتعوا الجمهور أكتر وأكتر. الجداد في علي ربيع، في أسقس، في كل الشلة بتاعت مسرح مصر، أنا بتبسط معاهم جدا. مصطفى خاطر، مصطفى خاطر أنا شايفه كمان ممثل جيد يعني، مش مجرد فرصير وكده، لا كمان حمد المرغني، أنور، كريم عفيفي، كريم عفيفي، كله كلهم طبعا مسرح الحقيقة مصر. أنا مش عايز أنسى اسمه ولا حاجة، بس كلهم وتوتة أنا توتة بيعجبني طبعا، قوي، جميل أنا جميل. بحبه قوي. جميل.